معنا عبر الهاتف عضو مكتب الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس مدحت الحداد. بداية باشمهندس مدحت، ذكر الأستاذ إبراهيم منير بترحيبه بأي مبادرة لإنهاء الأزمة التي تمر بها مصر في ظل هذه الظروف العصيبة كما جاء من الأستاذ إبراهيم. لماذا في هذا الوقت بالتحديد نسمع كلام مثل أنكم ترحبون بأي مبادرة تنهي هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس هذا التوقيت فقط الذي قال فيه الأستاذ إبراهيم منير هذا الكلام، إنما يردد هذا الكلام دائما وأبدا، أنه مع أي مصالحة تهدف إلى تثبيت الثوابت وإعطاء وإرجاع الحقوق لأصحابها تماما، فهذا التصريح من الأستاذ إبراهيم منير الجديد ليس بجديد، وإنما هو تكرار لما سبق قبل من خبر عدة مرات كثيرة. ولكنه جاء عقب المبادرة التي أطلقها كمال الهلباوي، ربما يربط البعض بين ما صرح به الهلباوي وبين تصريحات السيد منير. لا، مبادرة الأستاذ الهلباوي هي مبادرة طبعا تخصه هو، والأستاذ إبراهيم منير ضد تصريحاته هذه كل حين ومين، لعل أحد من الناس، أحد من الكيانات، أحد من الدول، أحد من الحكماء يستطيع أن يتدخل ويحل هذه القضية. ومن قبل قال هذا الكلام وقال أننا رغم أننا نمد أيدينا للمصالحة للمبادرات إلا أنه لم يصلنا أي شيء طوال الخمس سنوات الماضية. نعم، تطرح العديد من المبادرات أو طرحت في أوقات سابقة حتى عقب الانقلاب العسكري، ألم تتوافقوا أو تتفقوا مع أي من المبادرات التي طرحت منذ 30/6/2013 وحتى الآن؟ يعني أؤكد أنه لم توجد أي مبادرة جد على الإطلاق حتى الآن، ونحن في الإخوان المسلمين لم يصلنا أي مبادرة لدراستها ومراجعة ما فيها، ولو كان في الأمر نوع من الجدية لاتصلت الحكومة القائمة والنظام القائم بالإخوان المسلمين في السجون، بالسيد الرئيس محمد مرسي، بالسيد الدكتور محمد بديع وقيادات العمل الإسلامي في الإخوان المسلمين في السجون، وعرض عليهم أي من هذه المبادرات، لكن الشيء من ذلك لم يحدث. هل تتوقع بأن نظام الانقلاب العسكري حريص على هكذا مبادرات أو يسعى إليها حتى يتواصل مع الرئيس محمد مرسي؟ نعم، أنا أؤكد أن النظام العسكري حريص على مثل هذا الكلام الذي لا يؤدي إلى شيء، والذي يتبعثر في الهواء بمجرد أن يخرج من فم قائله. هم حريصون على عدم المصالحة، ولكنهم يطلقون مثل هذه العبارات بتشجيع ودعا من بعض الدول الغربية بالذات حتى يحصنوا أو يعيدوا وجه سيسي المليء بالقيوح أمام العالم كله. طيب، لأن الدول الغربية أصبحت الآن هي التي تهاجم سيسي بنفسها، فهي تريد أن تهاجمه هي ثم تحاول تصدره بأنه يطلق مرات الإصلاح حتى لو لم يحدث منها أو من رأيها شيء. هم حريصون على عدم إتمام أي مبادرة أو القيام بذلك الأمر. كجماعة الإخوان المسلمين على ماذا تحرص مع عدم تحقيق الأهداف التي رفعتها عقب الانقلاب العسكري حتى الآن؟ لا، يعني نحن نحقق يعني كل ما نخطط له بفضل الله سبحانه وتعالى. عقب العسكري نحن قررنا أن هذا الانقلاب لن يسقط بأيدي جماعة ولكن سيسقط بأيدي شعب مصر كله، فكان لزاما علينا أن نرفع وعي الشعب المصري، وطوال هذه السنوات الماضية بفضل من الله عز وجل وحده استطاعت جماعة الإخوان المسلمين أن توعي الشعب المصري حتى أصبحت ما كان يسمى بثورة 30 يونيو فهم الشعب تماما أن هذا مجرد تمرد قامت به المخابرات المصرية، وأن السيسي كان يتعامل مع وزير الدفاع الأمريكي ريجل من قبل الانقلاب بست اشهر، يعني هو وزير دفاع كان يخون البلد ويخون الوطن ويخون الرئيس ويخون الشعب ويخون القسم الذي قسمه، ويتعامل مع وزير الدفاع الامريكي وهو على الخطط طول الخطط حتى قام هذا الانقلاب. المهم ونحن في الاخوان المسلمين اؤكد اننا لم يصلنا مبادرات حتى نقوم بدراستها،
فكيف نقوم بدراسه شيء لم يتم اصلا؟ لا توجد اي مداراه حتى الان. وصلت فكرتك، شكرا لك المهندس مدحت الحداد عضو مكتب الشورى العام لجماعه الاخوان المسلمين.